ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على برج الحوت واتكلم اكتر على توقعات الاسبوع الثاني لشهر نوفمبر لعام 2021. برج الحوت، احنا عندنا خلال الاسبوع الثاني هيكون جو مناسب كتير لينا، وفي اخبار متميزه، وعندنا نوع من انواع التعويض اللي هيكون متواجد. اقدر اقول ان احنا عندنا كده اجواء بتلطف الدنيا معانا من خلال ان الشمس متواجده في برج العقرب، كوكب عطارد موجود في برج العقرب، عندك 3 ايام مميزين، القمر متواجد في برجك، برج الحوت، يوم 12 يوم 13 يوم 14، هجي لك في الكلام دلوقتي واوضح لك الايام دي تاثيراتها ايه. كمان بالنسبه لنا ان احنا عندنا كمان كوكب الزهره، كوكب الحب والعاطفه، متواجد في برج الجدي، يعني عندنا علاقات صداقه تتحول كده لعلاقات عاطفيه، واجواء اقدر اقول ان انت عندك دعم بشكل قوي من ناحيه او من الجانب ده. برج الحوت، انت عندك قلت لك كده في وسط الكلام 3 ايام مميزين، او هما يومين ونص بشكل يعني عشان يبقى تفصيلي يعني. فانت عندك يوم 12 ويوم 13 وجزء من يوم 14، الفتره دي بالنسبه لك رائعه، متميزه، قويه جدا جدا، داعمه كتير. اقدر اقول لك ان انت خلص مشاويرك في الايام دي، اجراءات مهمه، قرارات مهمه، عايز تعاتب حد، هيبقى الاجواء لطيفه كتير، قرارات صعبه، يعني لو عايز تاخد موقف صعب هيبقى عندي معاك وهيكون سلس كتير. الا ان اليومين اللي هو قبلهم اللي هو يوم 10 ويوم 11، يا الله اوعى هنا من القرارات السريعه، واوعى كتير، لازم تكون حذر جدا، خلي بالك دايما من الكلام اللي انت بتقوله، من تصرفاتك، من التسرع، من ان انا اقول على حاجه موافق او لا مش موافق، لازم اكون حذر جدا جدا يا برج الحوت من قراراتي، من انفعالاتي، من تصرفاتي يوم 10 ويوم 11، لان هيكون فيهم نسبه تهور، والتهور ده هيخلي اعدائنا يشمتوا فينا. خلي بالك كتير يا برج الحوت، خلي بالك من التهور الخاص بيك اللي هيخلي اعدائك يشمتوا فيك، خلي بالك كتير من ان انت تكون عندك نوع من انواع الـ 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 الخلافات والمشاكل، واني ازود من خلافاتي، واني اوتر الدنيا اكتر، او اني انا اتكلم في سمعه حد، او اني انا اسيء لحد، او اني انا اتكلم على فلان او علان، لان خلي بالك الكلام هيتنطور ده بالمصري باللغه العاديه كده، ان الكلمه اللي انت هتقولها تتمسك عليك، هتتعلن عنك من الاخر، ممكن حد يسجل لك مكالمه، يسجل لك تشات، يسجل. فخلي بالك من كلامك قوي، خليك كده زي الجهاز الحساس بالظبط، خلي كلامك بحساسيه، تصرفاتك بحساسيه. طيب برج الحوت بالنسبه لك ده خلال يوم 10 ويوم 11، يومين والله لازم تكون حذر منهم كتير، فيهم لعب، فيهم لعب عليك، وانت احسن التصرف فيهم. طيب ال 12 13 جزء من 14 حلوين، انطلق ها، فعندك شفت الدنيا ماشيه ازاي، لذيذه صح. طب نتكلم على خلال الاسبوع الامور المهنيه كده، نخصص الدنيا اكتر. الوضع المهني لا لطيف بالنسبه لنا، في ان احنا نظبط امورنا المهنيه اكتر، عندك في استمراريه العمل متوقف، يعني انت في عمل كان متاجل لا انت بتكمله، في عندك شغل زياده لا بتقدر تخلصه، عندك الجو ده كتير بالنسبه لك. فانت عندك يا برج الحوت في شغل مستوقف لا انت بتكمله، في عندك حاله من الدعم، يعني ممكن حد يدعمك بنصيحه، يدعمك بقرار، يدعمك بخطوه، يدعمك باوراق يخلصها لك، بحاجه ينجزها لك، فعندك ده كتير. فاذا الامور المهنيه ميسره قدر الامكان، فبيكون عندك حاله من الهدوء، حاله من الاستقرار، حاله من الجو الحسن، بتبدا ان انت تاخد نفسك في الامور المهنيه، فانت في تقدم في الحاله المهنيه. يمكن يكون عندك بعض التعثر في بعض القرارات، الى ان لو انت سالت او استشرت او حاولت تعرف حاجه هتقدر ان انت تعرفها، هتقدر توصل، هتقدر ان انت تخلي حد يقدر ان هو يساعدك. طيب بالنسبة كمان يا برج الحوت للأمور المهنية اللي ليها علاقة بمشاكل أو خلافات، يعني كتير من أصحاب برج الحوت على فكرة عندهم مشاكل في أمور المهنية، لا أنت عندك فيه بيكون مصالحات وتيسرات في بعض الأمور بتحسن الأجواء المهنية، فأنت عندك ده جدا. برج الحوت كل اللي أنا بطلبه منكم إن أنتوا تسعوا أكتر في الأمور المهنية، وتبقوا اللي هو فكرة أنا أشتغل وأعمل اللي عليا وخلي الباقي على ربنا، يعني ربك هيكرمك كده، لا يعني ان شاء الله ادعو وربنا ربنا ما بيردش دعاء حد ابدا. عارفه كتير ان برج الحوت عنده في بعض الضغوط المهنيه، او ان هو عايز يسعى اكتر، او عايز انه يكسب اكتر او ينجح اكتر، وما يبينش لحد انا نجحت عشانك، او نجحت باسمك، او نجحت لا انا نجحت بنفسي. فانت حاول تدعي ربنا ويبقى نجاحك ما بينك وما بين ربنا، يعني نجاحك انت عشان سعيت وربنا رضاك، فحاول دايما تعمل ده يعني. طيب برج الحوت برضو بالنسبة لك في الأمور
المهنية أشخاص كتير عينهم عليك، يعني يمكن يكون أنت معرض لترقية، هتمسك منصب، حد عايز يعرض عليك شغل معين، فكتير بيراقبك، بيراقب تصرفاتك، بيراقب افعالك، بيراقب انت بتقوم بشغلك عامل ازاي، بيجيبوا شغلك كده من الاول للاخر كده، ها بتنجح ولا ما بتنجحش، فانت تحت المراقبه في الامور المهنيه. حاول تحسن التصرف وتحسن الكلام الخاص بيك عشان تنجح في الامور المهنيه، خاصه في خلال الاسبوع ده انت تحت الاختبار قوي قوي يعني. طيب برج الحوت، في الامور الماليه، الامور الماليه بالنسبه لك انت هيكون عندك في تيسرات في الامور المهنيه، مش هقدر اقول لك ان انت عندك الوضع المالي اوعى وشك وجامد جدا، لا، هيكون عندك ان انت قادر على سد الديون، قادر على شراء احتياجاتك، فيكون ده الاجواء الموجوده او متواجده بالنسبه لنا في خلال الامور المهنيه. عندك فلوس ليك عند حد، بتقدر ان انت تحصل على فلوسك او ممتلكات او ميراث لو ليك عند حد، فدي النقطه دي متواجده كتير يا برج الحوت. بالنسبه لك يا برج الحوت في الامور العاطفيه، لذيذه كتير، علاقات صداقه تتحول لعلاقات عاطفيه، فانت عندك ده جدا جدا يا برج الحوت. فبرج الحوت انت عندك اجواء عاطفيه لذيذه، في اخبار عاطفيه، في حد معجب، في كتير معجب بيك، مش حد واحد يا طاقي، عندك كتير معجب بيك، قادر انك انت تثير جدا 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 اللي حواليك. فاذا يا برج الحوت هتتلقى عروض زواج، هتتلقى صداقات كتير او عروض صداقه كتير، او ناس بتقرب منك كتير، عارف فكره اللي هم الناس بصوا بالبلدي كده، انا بقولها بالطريقه دي، استعباط الحب اللي بيبقى في البدايه، اللي هو عايز اي مساعده، لو عايزه اي مساعده قولي، انا جنبك، انا اكتر حد هساعدك كتير، انا شبح. فعندنا الناس دي هنلاقيهم كتير على فكره برج الحوت، فتحس ان انت لا جامد جدا كده، والناس بقى حواليك بقى، واللي عايز يساعدك من هنا واللي عايز يقف معاك من هنا، وانت عامل ايه دلوقتي، والله زعلت كتير عشانك والله، وما كانش ينفع، فهتلاقوا اسلوب حنيه كده بتتعاملوا بيه كتير يعني، فهيكون ده متواجد كتير، عايز يقرب منك كصداقه عشان يقلب الصداقه كحب، فاهمني؟ فعندك ده. فانت يا برج الحوت لو عندك في الامور العاطفيه انت معجب بحد، حاول كده تعمل لينك ما بينك وما بينه، تقرب العلاقات اكتر يعني، عشان يبقى فيه طاقه جذب كده. اصل خلي بالك انت عندك، لو مش هكلمك بقى على الاسبوع ده بس، لا، هي الفتره بالنسبه لك الشهر ده الامور العاطفيه لايم امورك وقرب علاقاتك كده، عشان اللي بعدها مش لطيف عاطفيا يعني، بعد كده الوضع العاطفي هو ده الفتره المميزه بالنسبه لك لحد اخر الشهر، بعد كده الوضع العاطفي ممكن يحصل فيه بعضها التقلبات جزئيه كده، فلازم تكون حذر شويه. طيب برج الحوت في الامور عاطفية برضو للناس اللي مش مرتبطين، علاقات صداقة والجو اللي انا قلته لك ده، في على فكرة بالنسبة لك في زواج او خطوبة او عروض بتتلقاها 12 13 14 وفيما بعد، بالنسبة لك للناس اللي هم مرتبطين هتخلي بالك يوم 10 ويوم 11 من القرارات والتسرع والخناقات والخلافات، لكن الجو بالنسبة لنا لذيذ، هيكون عندنا الدنيا ألطف كتير، هيكون عندك في نوع من أنواع التفاهم، في علاقات طيبة كتير ما بينك وما بين شريكك العاطفي، لكن يوم 10 ويوم 11 حذاري في الخلافات أو نحنا نكبر الدنيا أكتر يعني، خاصة لو أنت مرتبط بأبراج مائية. طيب بالنسبة كمان يا برج الحوت للناس المنفصلين، رجوع، في كتير نسبة رجوع، في كتير ان الماضي عايز يرجع لك، في كتير ان الماضي مراقبك، في كتير ان انت عايز ترجع كمان للماضي وانت كمان بتراقبه، بس ظاهريا انت جامد جدا، ظاهريا هي جامدة جدا، فعندك الاجواء كده هو مختلفة، سواء بقى رجل او مرأة مين، فعندك النقطة دي كتير، ففي ان احنا عايزين نرجع لبعض، بس فكرة الرجوع مش لسه يعني، بنغيظ بعض ممكن، بنضايق بعض ممكن، عايزين نعاتب بعض ممكن، اشخاص بيتدخلوا لاجل المصالحات ممكن، الى ان في خلال ان يتم الرجوع، مش هيتم الرجوع الا لو انتوا الاثنين اتصفيتوا واتكلمتوا مع بعض، تمام؟ ده بالنسبه للناس المنفصلين، فاذا في فرصه للرجوع بس مبنيه على ان احنا الاثنين نتنازل كده ونقرب المسافات لبعض. طيب برج الحوت بالنسبه للامور الاجتماعيه او الوضع الاجتماعي بمعنى اصح، انت عندك في لقاءات اجتماعيه، في تصالحات اجتماعيه، في قرب علاقات، في تكوين صداقات جديده ورجوع لصداقات قديمه، بالنسبه لك هيكون في مصلحه طيبه هتكون متواجده ما بينك وما بين الاخرين، هيكون عندك ان انت قادر على انك تسير الوضع الاجتماعي بشكل ايجابي ليك جدا يا برج الحوت. برج الحوت عندك كمان هيكون العين عليك بشكل قوي في ان انت قادر على جذب الاخرين من كمان ان هم يقربوا منك، ان انت يقولوا عليك انت شخص كويس، عارف لما يبقى في حد يشوفك ويقول عليك انا انت مألوف ليا جدا، انا حاسس ان انا عارفك، برج الحوت هتسمعوا الكلمه دي كتير قوي قوي خلال الاسبوع ده،
هتسمعوها كتير. عامه انا بتمنى كتير اني اكون فدتكم وبحبكم كتير يا برج الحوت، بتمنى لكم اسبوع طيب خير، بس حذاري من يوم 10 ويوم 11 اما نيجي في التوقعات اليوميه هتلاقوني ان انا بقول لكم بالبنط العريض. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.